تعرف ان انا هقول لك سر دلوقتي، لو انت استمريت عليه سارعت بفعل هذا السر قبل رمضان وقبل انتهاء شعبان، باذن الله حياتك بالكامل هتتغير، وهتشوف رزق وهتشوف تيسير في كل امورك، وحياتك كلها بالكامل هتتغير. ولو انت عايز مال او عايز قوه او عايز تحصل على وظيفه معينه او عايز الله عز وجل يرزقك بما تتمنى، هتحقق ده واكتر من ذلك باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم متابعين ومتابعات قناة تفسير الأحلام مع عبد الله السيد؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله أنا أكلمكم على سر عظيم وسر بإذن الله كفيل إن هو يغير حياتك. أتمنى بجد أي حد بيشوف الفيديو ده يشاركه على أوسع نطاق ويضغط على زر اللايك وتشارك الفيديو، عشان الفيديو ده بإذن الله فيه فوائد كثيرة جدا وممكن يغير حياتك بالكامل. الفيديو النهاردة أو السر اللي هكلمك عليه النهاردة، يعني أنا شفت ويشهد الله على كلامي، كان في إحصائية معمولة، والإحصائية دي كانت معمولة على موقع من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، فكانوا بيسألوا الناس العاديين يعني ايه اكتر حاجة او ايه اكتر شيء انت عملته والشيء ده غير حياتك بالكامل في الدين، يعني انت حاجة قرأتها او سورة قرأتها او امر عملته والشيء ده غير حياتك بالكامل. انتوا عارفين يا جماعة اني اكتر يعني اول 20 استطلاع او 30 استطلاع كله كان بيتكلم على السر ده، وايه ده اول 20 استطلاع وكمان مضغوط عليه لقاءات كتير، يعني تلاقي على التعليق مثلا اكتر من 20,000 لايك 30,000 لايك 15,000 لايك. ليه؟ عشان الشيء ده يا جماعة إحصائيات عملت إثبتت بالدليل أو تم الإثبات بالدليل إن فعلا الشيء ده هو أكتر شيء مجرب وغير حياة ناس كتير. فالشيء ده من الناس يعني اللي كانوا بيكتبوا، ومن التجارب أقدر أقول لك إن السر ده لو أنت استمريت عليه وعملته بإذن الله، وأنصحك كمان أنت تعمله في الأيام دي قبل رمضان في النصف الثاني من شعبان، بص بقى الثمرات اللي هتحصل لك زي ما حصلت مع الناس. أولا القوة والشجاعة، يعني لو أنت شخص، وخلي بالك القوة والشجاعة دي أكتر حاجة بتغير حياتك وبتوصلك للنجاح. كان في قول كده في أجنبي كان بيقول لك فورجن فيفور ذا بولد، يعني إيه؟ يعني الرزق بيفضل الشجاع. ده طبعًا الرزق بيد الله عز وجل، ولكن ده معناه إن فعلًا لو أنت شخص شجاع، والله ده عن تجربة، لو أنت شخص شجاع وحاسس بإن أنت مش شجاع، مش إن أنت تخش وتضرب وكده، لأ، شجاع إن أنت يبقى عندك جرأة على الحلم، ان انت تتخيل نفسك ان انت تبقى غني ومعاك فلوس وكده والناس تحتاجك. يا جماعه الله عز وجل يحب العبد القوي مش العبد الضعيف، يعني ربنا بيحب العبد اللي بيبقى عنده قوه، اللي بيبقى مثلا مش خايف من حاجه، اللي هو مثلا ايه، انا ليه ما وصلش لهدفي؟ ليه ما حققش حلمي؟ ليه ما نجحش؟ ليه مثلا ما ريحش اولادي ويبقى عندي فلوس ويبقى عندي مال وكده؟ فربنا بيحب قوي العبد القوي، العبد اللي عنده جرأة على الحلم وان هو نفسه يحقق اهدافه ونفسه يحقق احلامه وكده. فبالتالي اول ثمرة باذن الله هتعود عليك لو انت طبقت هذا السر او فعلت هذا السر هو القوة والشجاعة باذن الله اللي هتحصل لك بعد ما تطبق ان شاء الله هذا السر. وتاني امر او تاني فايدة هتحصل لك ايضا لو انت فعلت هذا السر او طبقت هذا السر باذن الله هي زيادة في الرزق وزيادة في البركة، يعني باذن الله بعد ما تطبق السر ده ان شاء الله وتستمر عليه بالطريقه اللي انا قولها لك، هتلاحظ ان في زياده في رزقك، هتلاحظ ان في مجالات عمل بتجيلك زياده، يعني هتلاحظ سبحان الله ان ربنا بيفتح لك ابواب من الرزق انت ما كانتش مفتوحه لك قبل كده. طب دورك انت ايه؟ هو انت تبقى قاعد في بيتك والرزق هيجيلك؟ لا، دورك انت ان انت تتحرك ناحيه الابواب دي، تتحرك ناحيه الاهداف دي، تتحرك ناحيه الرزق ده. يعني لو انت في فرصه جات لك اسعى فيها. ما هو ميزه اللجوء لله عز وجل يا جماعه ايه؟ انت ميزه اللجوء لله عز وجل ان انت تدعوه، مش ان انت تبقى قاعد في بيتك والرزق يجي لك، ولكن ميزه اللجوء لله ان انت اما تدعو الله ويتفتح لك الباب، اما تيجي تسعى ربنا هيبقى معاك، مش هتواجه اي عقبه في حياتك الا وهتلاقي نفسك منصور عليها، مش هتواجه اي ازمه الا وهتلاقي نفسك باذن الله تجاوزتها، مش هتلاقي اي عقبه الا وهتلاقي نفسك حلتها. فبالتالي من الفوائد اللي هتحصل لك باذن الله بعد ما تطبق السر ده ان شاء الله هي زياده في الرزق ان شاء الله. كذلك ثمرات كثيرة جدا، يعني من الثمرات برضو يا جماعة ان انت هتبقى شخص محبوب او مهاب، يعني عندك هيبة وحب عند من حولك، يعني هتبقى شخص اللي حواليك او اللي بيتعامل معاك سبحان الله تلاقي ربنا يعني عنده حب كده، ربنا وضع فيك كده حب من ناحيتك، حاجة لله حاجة ربانية. وده بالذات يا جماعة لو الشخص ده او انت بتتعامل مع مديرك في الشغل، مع شخص ممكن مثلا يكون ربنا يجعله سبب ان هو حياتك تبقى احسن، لو انت عندك مدير في الشغل، عندك شخص مثلا عنده نفوذ او عنده هيبة، هتلاقي الشخص ده بيحبك وهتلاقي الشخص ده بيساعدك. طيب هنا بقى هلاقي الناس جاية تقول لي
انا ارى يا اخي انك لست عندك هيبه، يا حضرتك انت بتبص لنا وبتركز مع شخص انا، وانا اتمنى ان انت تركز مع الفايده وتركز مع الذكر وتركز مع العباده، انا ما اتمناش ان انت تركز مع الشخص، تركز مع الشخصيه. والله العظيم يا جماعه ربنا يعلم ان انا عايز لك الخير، يعني ان انا عايز حياتك تتغير، لكن فانصحك ان انت ما تركزش مع الشخص، ركز مع الفايده. تمام. طيب هسمح حد بقى جاي بيقول لي يا عبد الله انت عمال تتكلم كتير 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 وحضرتك رغاي، ايه الفايده او ايه هو السر اصلا اللي انت هتقوله لي واللي اتعمل عليه استطلاع ده وفعلا ممكن يغير حياتي؟ وعلى فكره في ثمرات كتيره تانية اكتر من الثمرات اللي قلتها هتتحقق معاك ان شاء الله. السر اللي انا هكلمكم عليه النهارده يا جماعه هو الحوقله. يعني ايه الحوقله؟ بصوا يا جماعه، الحوقله يعني عشان بس يعني ايه حوقله اصلا، لا حول ولا قوه الا بالله، بتقول الحوقله. فالحوقله يا جماعه هي لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، هي دي الحوقله. والحوقله او لا حول ولا قوه الا بالله معناها اي اعتراف العبد، اي اعتراف العبد ان انت بتعترف ان انت لا تستطيع فعل اي شيء من امور الدنيا او النجاح او الحصول على اي شيء من امور الدنيا الا بتوفيق الله عز وجل وكرمه. يعني انت بيبقى عندك يقين، وخلي بالك من الكلام ده عشان انا مش عايز ناس تردد وخلاص، مش عايزك تتكلم وخلاص، انا عايزك لما تيجي تقرا او تردد تبقى عارف انت بتقول ايه. فالحوقله معناها اي ان العبد بيعترف، انت لما تقول لا حول ولا قوه الا بالله اي ان انت بتعترف ان لا تستطيع القيام باي امر او باي حاجه او باي هدف من اهداف الدنيا او من امور الدنيا الا بكرم الله عز وجل وتوفيقه. ده معنى الحوقله. الطريقه دي يا جماعه طريقه سهله جدا، يعني طريقه سهله، وعلى الرغم ان هي سهله على الرغم ان هي باذن الله هتغير حياتك بالكامل. طيب ايه هي الطريقه السهله او ايه هو الامر يا عبد الله اللي انا اعمله وهيتغير حياتي بسببه ده؟ الطريقه والامر اللي انت هتعمله باذن الله واللي حياتك باذن الله تتغير بالكامل بسببه هو ان انت باذن الله هتيجي في اي يوم من النصف الثاني من شعبان، في اي يوم من الايام، اي يوم تختار من الايام افعل فيه الفايده. وانصحك ان انت تستمر على الفايده دي لمده 3 ايام او 7 ايام، انت بتستمر عليها لمده 3 ايام او 7 ايام، تستمر على تطبيق الفايده دي عشان باذن الله تشوف النتيجه وتشوف الثمرات اللي قلتها لك في بدايه الفيديو واكتر منها ان شاء الله. انت بتيجي باذن الله في اي يوم من الايام، والافضل ان انت تعمل الامر ده او تعمل الفايده دي في جوف الليل. والفايده دي يا جماعه باذن الله بتتكون من طريقتين او بتتكون من شيئين، يعني في امرين انت هتعملهم. الفايده بتتكون من طريقتين او شيئين. الامر الاول او الشيء الاول هو ان انت باذن الله وانت قاعد في جوف الليل ومتوجه للقبله هتقول لا حول ولا قوه الا بالله 1000 مره. لا حول ولا قوه الا بالله 1000 مره. في ناس هتقول لي يا عبد الله العدد كبير او كده، هقول لك والله لو حد جه قال لك انت هتشتغل مثلا سنه كامله عشان حياتك تتغير بالكامل وهتشتغل مثلا 16 17 ساعه تقول له ماشي، لكن انت يعني مستخسر في نفسك تقعد مقدار ساعه الا ربع ولا ساعه تلجا فيها لله عز وجل، ما تستخسرش في نفسك. فدي اول خطوه، بتقول لا حول ولا قوه الا بالله 1000 مره. بعد ما بتقول لا حول ولا قوه الا بالله 1000 مره بنيجي للخطوه الثانيه ان شاء الله، وهي ان انت هتقول الدعاء العظيم ده 100 مره. والدعاء اللي انت هتقوله 100 مره ان شاء الله هو اللهم يا مغير الاحوال غير حالي الى احسن حال، وسخر لي من حظ الدنيا ما تعلم انه خير لي، واصرف عني كل ما هو شر لي، انك على كل شيء قدير. ده الدعاء باذن الله اللي انت هتردده باذن الله 100 مره. طبعا يا جماعه التفاصيل بتاعه الفايده بالكامل انا كاتبها في صندوق الوصف، يعني انت لو بصيت في صندوق الوصف تحت هتلاقيني كاتب لك كل التفاصيل بتاعه الفايده. فبس كده يا حبايب قلبي يكون الفيديو خلص، وبكده تكون الفايده خلصت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.